البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم. جيت اليوم نتقاسم معكم لاباط بريزي ولا العجينه المكسره اللي كنستعملوها في لي فون دو كيش. هاد العجينه هادي سهله وبسيطه وبمقادير سهله حتى هي. غادي نشوفوا العجينه مناش كتكون. كتكون لينا 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده، بيضه واحده، والملح والابزار. اول حاجه كنخدمو الزبده ديالنا اللي كتكون بحراره ديال المطبخ مع الطحين ديالنا والملح والابزار. كنحاولوا ما امكن نخدموهم غير بالاصابع، وهذا هو السر ديال النجاح ديال العجين. وكنضيفو بيضه كامله. كاينين الناس اللي كيضيفو غير اصفر البيض زائد الحليب اولا الماء، انا بيضه كامله كتجمع ليا العجينه. كنستمروا بحال هكذا نخدموها غير باصابع اليدين ماشي بالكف، حتى كتجمع لينا وكتجانس العناصر كامله كيف ما كتشوفوا معايا. كنكونوها على شكل كره وكنغلفوها بالفيلم اليمونتير وكنعملوها في الثلاجة واحد 30 دقيقة. من بعد ما خرجناها من بعد ما بردات كنطلقوها كيف ما كتشوفوا بالمدلك. كنحاولوا نديروها متوسطة، ماشي رقيقة بزاف وماشي غليظة. ومن بعد بطبيعة الحال كنقطعوها اما بالقوالب الصغيرة ولا قالب كبير بالنسبة لكيش كبير يعني عائلي. انا دابا كنقطعها غير بالقوالب الصغيره، كنضغطوا عليها هنا جيدا، وهذا هو السر. خاصنا نضغطوا جيدا بالاطراف الاصابع لاننا ما كنحتاجوش نتقلوها. ومن بعد كنتكوها بحال هكذا، يعني كنتقبوها بالفرشات يعني بالشوكه يعني بحال هكذا. وكنوضعوهم من بعد في الثلاجه في الفريغو واحد 30 دقيقه حتى كيبردوا مزيان كيف ما غادي تشوفوا من بعد. دابا انا استمريت هنايا كنخرج الهواء وكنتك بالشوكه. من بعد ما بردوا لي كيف ما كتشوفوا كيوليو قاصحين، صافي كنوضعهم في الفران كيطيبوا غير نص طيبه. وهانتوما كي كتشوفوا النتيجه كيجيو زوينين وما كيجيوش منفوخين، يعني كيجيو بلا ما كنتقلوهم كيجيو رائعين وسهلين جدا. وكانت هذه هي لا فيديو البنات. الى عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك بالنسبه للاخوات الجديدات اللي اول مره يشوفوا القناه ديالي، وتفعيل كذلك زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه الاخوات المشتركات الوفيات ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم، واتمنى لكم امسيه طيبه.